بسم الله الرحمن الرحيم. اخواني هذه جادة نبات بري معروف مر الطعم، يستخدم داخليا وخارجيا. من الداخل يا اخوان مثل الشاي، يصرف المياه عن الرئة ويزيل ضيق النفس والسعال اللي ناتج عن تجمع المياه في الرئة. يدخل في علاج حموضة المعدة وسوء الهضم، يقتل الديدان، يدر البول، يعالج أو يدخل في علاج السكر من النوع الثاني، ويعالج الآثار السلبية التي حدثت من تأثير السكر على الأعصاب وعلى النظر وغيرها. أما من الخارج فلها دور كبير في علاج الأمراض الجلدية من أكزيما وصدفية وغيرها بغليها مع زيت الزيتون ودهان المنطقة. أيضا تدخل في علاج الركبة والظهر بأن نقوم بغليها مع زيت الزيتون ثم نعملها لبخة على المكان من الليل حتى الصباح، بإذن الله تعالى تعطي نتائج جيدة. الجرعة يا أخواني مثل الشاي أو يعني كبسولة ثلاث مرات باليوم، طبعا تؤخذ لمدة شهر تتوقف وتشرب وهكذا. أسأل الله أن يشفي كل مريض، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.